السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا في ضمن سلسله ديال الوصفات ديال رمضان، غادي نديروا كيكه ديال التفاح بنسكافيه. اللي غادي نحتاجوا ليها، عندي هنايا 5 ديال البنانات، عندي هنايا شويه ديال السكر سنيده. بون هنايا في الطبقه الاولى السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. عندي القرفه. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال العجين، عندي هنايا 3 الكيسان ديال الفورس، عندي 3 البيضات، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 400 مليلتر ديال الحليب، وعندي هنايا جوج ديال النسكافيه وجوج ساشيات ديال الخماره. اول حاجه اللي غادي نبدا بها بهاد الكيكه هادي، فمول انا درت لي البابي سيلفيغيزي، نقيت البنان، غادي نقسمو على جوج على هاد الشكل بحال هكا، وغادي نستفو كطبقه اولى هنا في المول. من بعد ما قادينا البنان على هاد الشكل بحال هكا، يعني راه قدروا شي وحده انها تيتهرسوا لكم بحال هكا، ما كاين مشكل، لان غادي تكون طبقه تحتانيه. غادي نديرو هذاك السكر سنيده على حسب الذوق ديالكم، بغيتو ديرو كثر تقدروا ديرو كثر، بغيتو قل تقدروا ديرو قل، يعني نتوما والذوق ديالكم. حنا كنعرفوا في رمضان كنبغيو كيكات، واكثريه فوق السحور كنبغيو كيكه اللي نتسحروا بها. هذه وصفه اللي كنقدمها لكم، كنتمنى انها تعجبكم وانكم ديروها في رمضان ان شاء الله الى حين الله. من بعد ما درنا السكر، غادي ندير هذيك القرفه، ودابا غادي نخليها على جنب باش نصيب العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه، غادي نديروا البيض في اناء، غادي ندير عليه داك الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط. من بعد ما خلطنا البيض والسكر، غادي نزيدو دابا الزيت، وغادي نزيدو الحليب، غنخلط عاوتاني. من بعد ما تجانس لي الخليط ديالي مزيان، غادي نزيد الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط. من بعد ما خلطنا كيكه ديالتنا، كيكه تشوفوا كنديروا ديك التمليه بحال هكا. الا كانت بانت لكم العجينه مازال خفيفه، من بعد 3 الكيسان تقدروا تزيدوا الدقيق. انا هنايا ما زدتش الدقيق، يعني 3 الكيسان بدوني، لان عندي الدقيق كيشرب. غادي ندير هذوك جوج خمارات في اناء، غادي ناخذ واحد شويه ديال الخليط ديالي ديال هذا ديال الكيكه، شويه بحال هكا. غادي ندير عليها ديك نسكافيه، وغادي نخلطو مزيان. الخليط ديالي ها هو، ولا بلون القهوه. بالنسبه للقهوه، الا بغيتو تزيدو مازال شي صاشي اخر تقدروا تزيدو، الا بغيتو تخليوها راه اللون بحال هكا تقدروا تخليوه. على البنان غادي نديرو الخليط الاول، غادي نغطيوه به باش من بعد كنديرو الخليط ديال القهوه، بحال انا دابا غادي نقسمو هنايا على جوج. وكنجيب واحد الكوردون وكنبدا ندير بحال هكا بحال التوربيون. انا الفرن سخنتو على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخل الكيكه ديالي كيكه طيب عاديه، يعني كنشعلو عليها من التحت حتى كطلع باش كنشعلو عليها من الفوق. درجه الحراره 180 درجه لمده ديال 40 دقيقه، وكنقدمو كيكه بالصحه والراحه.